بصديقتي أنني قرأت القرآن بصوت جميل جدا وهي منبهرة بصوتي. للعلم أنا متزوجة بلا أطفال. ربما أول شيء ارقي نفسك، مفروغ منها، ولكن ترتيل القرآن بصوت جميل جدا. لا نسمع الإنسان في جمال صوته وإحساسه أكثر من عندما تتحقق له أمنية أو يشكي لله أو يبث لله همه بشكل يعني من أعماق قلبه. فإنها تسمعك بهذا الجمال معناته إما أنك تحصلين على الذرية فتشكرين رب العالمين وتجدين له سجود الخاضعين والخاشعين والمؤمنين، أو أنك استمري في الدعاء بقلب مؤمن حتى يتحقق لك ما تريدين والعلم عند رب العالمين.